إجدة أو زيزفون قرية سورية تتبع ناحية صوران منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي، وهي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة أعزاز ب 17 كيلومترا، وأيضا تبعد 55 كيلومترا عن مدينة حلب باتجاه الشمال، وواحد كيلومتر عن الحدود التركية باتجاه الجنوب، وتقع أيضا شرق معبر باب السلامة ب 15 كيلومترا. إلى الشرق منها تقع قرية حور كلس، أما جنوبها فقرية كفرغان، وغربها قرية شمارين، وشمالها الحدود التركية السورية كما ذكرنا. تبلغ مساحتها 1000 هكتار، أكثر من نصفها مشجرة بأشجار الزيتون والفستق الحلبي، والباقي تزرع بالحبوب الشتوية والخضروات الصيفية، حيث يوجد فيها أكثر من 50,000 شجرة زيتون و 30,000 شجرة فستق حلبي. يعبرها نهر قويق ورافده الثاني من الجهة الشمالية الغربية باتجاه قرية كفرغان في جنوب القرية، حيث يصب في سد الشهباء. سكانها الأوائل من عشائر التركمان والعجيل والخراج العربية، يسكنها حاليا حوالي 4,000 نسمة من سكانها الأصليين، إضافة إلى عوائل سورية مهجرة قصرا من مناطق مختلفة. مناخها معتدل صيفا وشتاء، وترتفع عن سطح البحر 850 مترا، ومعدل الأمطار فيها يزيد عن 400 ملم سنويا. نمط الحياة الأساسي فيها يعتمد على الزراعة وعلى تربية الحيوانات، وهاجر قسم كبير من أبنائها إلى تركيا وأوروبا للعمل. حافظ أهلها على عاداتهم العربية العشائرية القديمة، وهم يتصفون بالبساطة والطيبة والسماحة. تاريخيا إجدة أو زيزفون كانت الحاضرة الأساسية والرئيسية في هذه المنطقة التي تضم إضافة إلى إجدة كفرغان وسجو وشمارخ وغيرها من القرى الموجودة والقريبة من كلس، وتعاقبت عليها منذ الفترة الآرامية وحتى الآن معظم العهود التاريخية. لكن العلامة الفارقة الأساسية في تاريخ إجدة هو ولادة مارمارون، المرجعية الأساسية للمذهب الماروني في الديانة المسيحية في هذه القرية. نتعرف أكثر على تاريخ إجدة أو زيزفون. رح يكون معنا الأستاذ حسين درج، وهو باحث قانوني وأيضا مهتم وباحث في تاريخ قرية إجدة. يعطيك العافية أستاذ حسين. الله يعافيك. أهلين أستاذ مصطفى. أستاذي، بداية نحن حاليا واقفين، شو هذا البناء التاريخي القديم هون اللي يسمى هون القلعة؟ نعم، هذا ما يعتقد بقايا المعبد الذي أقيم على ضريح زابينة معلم مارمارون وأبوه الروحي، حيث ذكر في كتاب تاريخ أصفياء الله المكتوب في سنة 423 ميلادية. نعم. أن زابينة معلم مارمارون ولد وتوفي في القرية، وتم إنشاء معبد ضخم على رفاته. اللي أنشأ هو مارمارون؟ نعم. مارمارون إكراما لأستاذه، هو الذي أنشأ المعبد، وكان يحث أتباعه على زيارة هذا المعبد والتبرك فيه. طيب، نعم. مارمارون توفي في براد. نعم. توفي في براد. نعم، هو توفي في قرية كفر نبو، ولكن أهالي براد سرقوا جثمانه إلى براد وأقاموا له كنيسا أيضا هناك، علما أن مارمارون في وصية مكتوبة له طلب أو أوصى أن يدفن إلى جانب معلمه زابينة في هذه القرية، ولكن وصيته لم تتحقق كما ذكرت لأن أهالي براد سرقوا جثمانه. طيب، لكن قبل، إذن هون كنيسة، نحن متفقين لهم. نعم. كنيسة. نعم. معالم هالكنيسة. نعم. اندثرت يعني. نعم. تقريبا من 20 سنة. السؤال الآن، قبل المرحلة اللي كان فيها مارمارون في إجدة، شو كانت هون؟ كانت حاضرة آرامية. طيب. نعم. نعم. وليس أدل على ذلك أحجام الأحجار السوداء الكبيرة المنقولة من جهات وأماكن بعيدة جدا. نعم. وكون القرية تتوسط حوالي 7 تلال، أعتقد شخصيا أنها كانت محارس متقدمة لهذه الحاضرة الآرامية.
شو هي التلال؟ ابتداء من الغرب تل حسين وتل الشيخ ريح وتل القسيمة وتل براغيتا وتل حوار، وهذه التلال تحيط بالقرية من كل الجوانب تقريبا، مما يدل على أن هذه كانت حاضرة آرامية وهي مدينة نوعا ما كانت. يعني إذا معناها أقدم يعني تاريخ نحن نعرفه الآن لإجدا هو في المرحلة الآرامية. نعم. ثم جاءت المرحلة المارونية المسيحية. نعم نعم. وهل هون بس أنا بدي ألاحظ شغلة. نعم. قيل لي بأنه هون في 7 آبار في. نعم. هذه القلعة. نعم. في هذه. نعم. أو الكنيسة ما هي؟ نعم، هذا المعبد أو الكنيس تحيط به حوالي 7 آبار، ما اكتشفناه نحن 7 آبار مبنية بحجارة سوداء، وكانت المياه المحيطة بالكنيسة للتبرك أيضا، وهذا يفسر كثرة الآبار الموجودة حتى يتبرك المريدون لهذه الكنيسة بالمياه المقدسة كما كانوا يسمونها. طيب. أستاذي يعني ليش اختار الآراميين؟ نعم. وليش مارمارون وزابينا استاذوا اختاروا هذه المنطقة؟ يعني ايش خصوصية هذه المنطقة جغرافيا؟ اولا المنطقة خصبة زراعيا، وبالطبع وبالمؤكد ان كان تقطنها فئات كثيرة من الناس. سبب اخر ان المنطقة كانت منطقة وثنية، وكانوا يعبدون النار والشمس والشيطان، فكانت ارضا خصبة لبدء الدعوة في هذه المنطقة. نعم. مارمارون كان موحدا. نعم نعم، كان يؤمن بالطبيعة البشرية للمسيح. للمسيح. نعم نعم نعم. بعد المرحلة المارونية مرحلة مارمارون شو صار هون؟ نعم، المعروف أن المنطقة تعرضت للعديد من الزلازل اعتبارا من القرن 9 وحتى القرن 14. نعم. ومنها الزلزال الشهير الذي ضرب أعزاز ومن حولها في سنة عام 927 ميلادية. بعد هذه الزلازل اندثرت الآثار والأوابد الضخمة التي كانت موجودة في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك تعرضت المنطقة للغزو الصليبي، وبعدها تم تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي عام 1176، ليبدأ بعدها فترة الغزو المغولي، ثم فترة الخلافة العثمانية، ثم الانتداب الفرنسي على سوريا والاستقلال. خليني الآن أنتقل معك لمرحلة ثانية من تاريخ إجدا. نعم. والمنطقة عموماً بشكل عام. أنا بعرف إنه إجدا والقرى اللي حاويتها يعني فيها تنوع، خلينا نقول تنوع سكاني. نعم. يعني كان في أرمن هون، كان في تركمان، كان. نعم. في عرب من العجيل والخراج وغيره وغيره. أحكي لي على هي التركيبة اللي صارت يعني في أواخر يعني القرن 19 وبداية القرن 20. نعم. بالمرحلة العثمانية وما بعد. يعني. أعود لأذكر على أن خصوبة أرض القرية وما يحيط بها من قرى جعلتها مطمعا لكل الأمم والشعوب المجاورة للقرية، وبالتالي مع قدوم الغزو المغولي ومن ثم التتار ثم الفترة العثمانية توافدت أمم من التركمان إلى المنطقة، إضافة إلى سكانها الأصليين من العرب الموجودين سابقا في هذه القرية. التركمان من أجوا؟ نعم، من الدول المحيطة بتركيا أو بما تسمى الأمة التركية، دول أمثال أوزبكستان، أذربيجان، قرقيزستان، هذه الدول. نعم، تركمانستان، هذه الدول تشكل الأمة التركية. نعم نعم نعم. جاءوا إلى هنا. نعم، استوطنوا كون الأرض خصبة ومناسبة للزراعة وحتى لتربية المواشي، فكانت مطمعا لكل من يفد إلى المنطقة، وبالتالي اكتسبت المنطقة تنوعا إثنيا وعرقيا كبيرا، حيث وجد أيضا الأرمن إثر موجات النزوح في بداية القرن العشرين، واستوطن البعض منهم أو وتزاوجوا مع أهالي المنطقة. وكانوا هون في القرية. نعم. كانوا موجودين هون. نعم. نعم. في القرية. نعم. وين مين كان ساكن في هذا هون مكان منطقة الكنيسة أو القلعة؟ يعني تعاقبت عليها عوائل مختلفة، منها العربية ومنها التركمانية ومنها التركية. نعم. 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 هذه كانت عبارة عن حوالي 6 منازل تسكنها عوائل مختلفة. لكن هون بنيت يعني ما حول هذه القلعة أو الكنيسة بنيت. نعم. مساكن القرية الأولية. نعم، كانت القرية القديمة هي تحيط بهذه التلة. تمام. أستاذ حسين بإشي بتسألك عنه. نعم. العلاقة التاريخية الإدارية بين إجدا وصوران وعزاز وكلس. نعم. كيف كانت؟ كانت المنطقة الحالية الموجودة فيها نحن حاليا تتبع إداريا لقضاء كلز، بما في ذلك كانت مدينة أعزاز تتبع إداريا لقضاء كلز أثناء الفترة العثمانية. وأثناء توقيع اتفاقية أنقرة عام 1921 تم الفصل ما بين كلز وباقي الأراضي السورية، وتم ترسيم الحدود،
حوالي عام 1950 ما بين الدولتين. يعني بقت إجدة نعم. تتبع إلى كلس حتى نهاية العهد العثماني. نعم نعم أكيد. باتفاقية أنقرة بالتحديد عام 1921 تم الفصل ما بين قضاء كلز والقرى والمديريات السورية الجنوبية. وأصبحت تتبع إلى منطقة إعزاز نعم. ناحية صوران. تماما ناحية صوران. نعم نعم ناحية صوران ومنطقة إعزاز. وبقي هذا هو الترتيب الإداري والتبعية الإدارية إلى يومنا هذا. نعم 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 نعم. بدي أشكرك أستاذ حسين. الله يبارك فيك. شكرا لك كثير. ونشكرك كثير. كان بودي أسألك عن الأعلام تبع القرية اللي ساهموا في تاريخ المنطقة. نعم. وإذا في حدا منهم تذكر حدا منهم. نعم يعني بالإضافة إلى زابينة ومارمارون القديسين الشهيرين ومؤسسي الطائفة المارونية التي تدين بها طائفة كبيرة في العالم. يوجد الكثير من الأطباء والمهندسين والمحامين إبان فترة الاستقلال والمدرسين الذين طافوا أرجاء شمال سوريا لينشروا العلم والمعرفة. ونتشكركم ونتشكر قناة حلب اليوم على اهتمامها بالقرى اللي كانت حتى تاريخ اليوم منسية، ولكن إن شاء الله بعد اليوم لن تبقى منسية. شكرا لك أستاذ. شكرا لك أستاذ. حياك الله أستاذ. السلام عليكم. عمي ابو حسين قالوا لي انه حضرتك ابو حسين عندك مضافي هون. تفضل على راسك. بدي استغل وجودك وكونك عندك مضافي وعارفه بهال بهالضيعه. يا اهلا وسهلا بكم. لاسالك سؤال. تفضل. بالمهل يا رب. شو الميزات اللي بتميزوا فيها اهل اكدي؟ اهل اكدي يتميزوا اكثر شيء بالزراعه، زراعه السقي. تمام. الحنطه والخضروات جميعا يزرعوا، البطاطا والذرة والحنطه والشعير والعدس. هالحكي بعرفه. هالحكي بعرفه، بدي طبيعه الناس. طبعاً الناس مزارعين أغلبها مزارعين. طبيعتهم شلون؟ سهلين صعبين عنيدين؟ لا كويسين عشائرين محترمين أهل كرم وطيب. أهل كرم وطيب عراسي يعني ما صعبين؟ لا العشائر ما صير صعبين، صير أهل كرم وطيب جماعة المحترمين. ما بتعصبوا لبعض؟ لا لا لا, لا أبداً محترم، يحبوا بعضهم. أغلب العشائر تحب بعضها. بحبوا بعضهم، بحبوا الغريب؟ حبوا الغريب، إحنا حب الغريب بشكل خاص، عشيرة العجين حب الغريب. شو السبب؟ ليش؟ هيك محبتنا من الله، حب الغريب. حب وشوف انه من محبتنا لفينا يعني جميع سوريا كلها لفينا. عندنا 200 عائله، عندنا شيء مضيفه، عندنا منطقه عجير حاوين كلها سوريين احبائنا واخوتنا واهلنا. الله يقويكم. الله يسلمك. يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. حياك الله الاستاذ ناصر. اتعرف عليك. نضال درج، مسؤول مجلس المحلي بقريه اقده. اهلا وسهلا فيك. يسلمك استاذ نضال. يعني الملاحظ خلينا نمشي شوي. تفضل. ملاحظ بانه يعني اقده وكانه ما فيها خدمات. والله خدمات ضعيفه. احنا تابعين لبلديه كفرغان، بلديه كفرغان تابعه لمجلس صوران. احنا قرى حدوديه مهمشه، يعني طرقاتنا شايف التراب. نطالب الجهات المعنيه والمنظمات الانسانيه بتسفيه. قبل ما تحكي لي على المطالبات، احكي لي على الخدمات. هل انتوا اللي في عندكم في الطرقات في عندكم مشكله؟ في مشكله. كل الطرقات غير مزفته؟ كل الطرقات غير مزفته من ايام النظام سابقا يعني. طيب احكي لي على موضوع المي، موضوع الكهرباء، الصرف الصحي. صار لنا 3 سنين نخدم الضيعه بالمي، كلها بجهود شخصيه وبجهود اهل الضيعه. حفرنا الجب والخزان انشاء قديم، وعندنا فرن بالضيعه، وعم نشيل امور النظافه. يعني الان المي لكل ضيعه توصل؟ 3/4 الضيعه. 3/4 الضيعه. بعمل عمل شعبي؟ عمل شعبي. لا ما في منظمه تابعة او مجلس؟ ما في منظمه ولا مجلس، بس من جديد صاروا يغزونا، ركبنا عداد كهرباء عن طريق عداد الكهرباء صاروا يخدمونا. يعني كان يكون كهرباء؟ في كهرباء. تمام. طيب صرف صحي في؟ 3/4 الضيعه، لان الانشاء جديد، لا في صرف صحي ولا فيه مي. طيب خليني احكي على موضوع التعليم وموضوع ايضا التطبب او يعني الصحة. كم مدرسة عندكم؟ عندنا مدرسة واحدة ابتدائية. ابتدائية وعمرنا صفين 7 و8 و9 هلا من جديد. قديش عمر المدرسة عندكم؟ قديمة والله ما بعرف. يعني نسبة التعليم كويسة؟ نسبة التعليم ممتازة عندنا. كم شابي وكم طالب عندكم؟ عندنا 425 طالب.
ممتاز. يتقسموا لعشر شعب تقريبا. ممتاز. طيب موضوع في عقب مستوصف؟ ما في مستوصف بالضيعة، في بالمخيم. في مخيم يبعد 500 متر عن الضيعة، شمال الضيعة بصير، تابع لإدارة المخيمات بخدمنا يعني. يعني العكس، بدل ما يكون المستوصف بضيعتكم يخدم المخيم، صاير بالعكس. صاير بالعكس. هذا شلون بتكون الضيعة هون بالشتاء؟ هلا أنا شايف وضع يعني مأساوي هون، أعتقد هون منطقة يعني تصير أنتم مستنقع. والله هذا يعني هذا الشيء شايفه قدامك، وضع الضيعة تعبان بالمرة، أمور خدمية ما في، تعبانة. حتى أنا لاحظت الطريق اللي بوصل من كفرغان للضيعة سيء. سيء ماكن، من عقدة إلى صوران إجمالا عندنا الطريق سيء. نطالب مجلس صوران والجهات المعنية بتسفيت هالطريق. إن شاء الله يسمعوك وإن شاء الله يزفتوا. الله يعطيك العافية. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عم رضوان شلونك؟ والله الحمد لله. شلونك انت؟ الله يسلمك. هل انا بعرفك انت تشتغل معلم، عندك ورشة تفعول الصبح العصر تجيبك كمان عم نشتغل صبح وعصر. صبح وعصر ايوه، ايام نسحب فرسة حبيبي، يعني نضل من الصبح من الساعة 6 منضل للساعة 4. ما شاء الله عليك. ايه. ما شاء الله عليك. ايه. انت بالضيعة مشهور بإقدا. ايه. انت مثال. ايه. عندك اربع نسوان وما شاء الله كم ولد عندك؟ عندي شيء 34 33. برجع بيقول لي شيء، ايش يعني شيء؟ يعني 33 ايه؟ هاي مضمونة يعني. ايه 34 على الطريق؟ على الطريق جاي. ايه. الله ان شاء الله هيك ايمن بالسلامة. الله يسلمك. نسوانك؟ ايوه. ما شاء الله ثلاثة. وين الرابعة؟ الرابعة والله عند اهله وعلى المشفى والله. سلامتك. الله يسلمك. سلامتك. الله يسلمك. ايش قصتك انت معه يعني؟ انه ما شاء الله اولاد وهيك بتسوي امبراطورية لحالك؟ ايه لحالك. اكبر واحد عندك قديش عمره؟ تقريبا شيء بال 2000. 2000 متزوج؟ لا لسه عزابي. ما عندك حدا متزوج؟ لا ما حد عنده. لا ابدا ابدا. واللي عندك اصغر من 10 12 قد عمره؟ شيء تقريبا شيء 18 واحد، في اصغر من العشرة وتحت. ما شاء الله. ما شاء الله. عايشين سوا كلياتكم؟ كلياتنا ايه دار واحدة. ايه تاكلوا تسووا سوا؟ ايه. مبسوطين؟ الحمد لله من فضل الله. الحمد لله. اي هي يكون عاد من الوفق يعني. يعني انت شلون بتنقيوا لحتى يتوافقوا مع بعض؟ هن بعضهم انا منبههم يعني. منبههم؟ يعني لو سالتهم راح يجاوبوا نفس الكلام؟ اي والله اسالهم. هاي عندكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يرزقكم ويفتح لكم يا رب. الله يسلمك يا رب. شلونه هالشاب؟ شلونه؟ ايه تمام. تمام. انت كمان نفس الشيء؟ بشتغل بالليل وبالنهار لحالنا. ليل ونهار؟ لكن برابطوا عائله وعامل. ما شاء الله. ما شاء الله الله يرزقكم. يعني ما في حدا انه عم ساعده يعني، هو بحاله والله يعني بلحه الحمد لله رب العالمين. تطلعوا معه كل نهار الشغل؟ ايه بنطلع. ايه كلياتكم؟ كلياتنا. ما شاء الله. بنلحق المعيشه يا اخوي. شو عندكم اولاد انتم؟ انت شو عندك اولاد؟ انا عندي 6 اولاد. ما شاء الله. والاخت هون؟ 4 اولاد. الله يخليها. واختنا؟ اختنا صغيره؟ اثنين؟ ايه بنتين. الله يخليكم يا رب. الله يخليك يا رب. يا سيدي الله يوفقكم. الله يسلمك يا رب. بتنصحوا غيركم يتزوج؟ لا. لا ليش؟ لا لا. بصير احطها انه لا. لا. على الوقت هذا ال 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 يعني العيشة الصعبة. لا كلفة المادية صعبة. إيه صعبة. إيه كلفة المادية صعبة. ما هذا يعني شو؟ الله يعطيكم العافية. تربة إقدي قد تكون من أخصب الترب في ريف حلب الشمالي، ولهيك نشوف فيها أشجار مختلفة، زيتون وفستق حلبي وشوية كرز، ونشوف فيها حبوب ونشوف فيها خضروات، نشوف فيها زراعات تكثيفية على مدار السنة. وجود يعني دخول نهر قويق ورافده من الحدود التركية السورية من الجهة الشمالية الغربية باتجاه إقدي، ومن ثم عبوره لكفرغان ليصد بسد الشهباء، أكسب هالقرية أهمية زراعية كبيرة، خلى الناس تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وعلى تربية الحيوانات اللي بتوفرها الأراضي كمراعي لها. لنحكي أكثر عن الزراعة وأهميتها وتربية الحيوانات في إقدي رح يكون معنا مختار القرية العم حسن حسين درج أبو طارق. يعطيك العافية عمي. الله يعافيك. أهلا وسهلا. شلونك؟ أهلا وسهلا. شرفت. أهلا وسهلا. الله يسلمك. احكي لي شوي هيك عن يعني طبيعة الضيعة الزراعية، القرية الزراعية.
الضيعة قديما زراعية وإلى أهمية كويسة، والأراضي خصبة هنا عندنا بالضيعة وأهميتها يعني للمواطن كثير كويسة بالنسبة للزراعة. وزراعاتها كلياتها عندك الزراعات الشتوية وعندك الزراعات الصيفية وعندك الزراعات التكسيفية، يعني باعتبار الأرض خصبة ومياتها كثير كويسة. مياتها يعني نحسن نجزم أنه بالمنطقة هي من الدرجة الأولى بالمي. غير نهر قويق ورافد في عندكم أبار ارتوازية؟ نعم عندنا أبار ارتوازية تعد بحدود 100 بير ارتوازي، بما فيها يضاف عليها النهرين عندنا هون. نهر طبعا شتاء يسيل، مش بالصيف لا يوقفوا بالنسبة لأنه منبعه من تركيا. يظل عندنا النهر الثاني، النهر الثاني على مدار الصيف كله ماشي وميته كويسة ومستفيدين منه تقريبا بحدود أكثر من 200 هكتار أرض، يعني يسقيها بالزراعة الشتوية. 200 هكتار أرض؟ نعم. هلا قديما أنا بعرف حتى قبل الثورة، نعم، كنت تزرعوا قطن، تزرعوا شوندر. نعم نحن قبل الثورة كنا نزرع الشوندر السكري والقطن، فباعتبار يعني شفت الأوضاع هاي وأوضاع الثورة ولاض المعامل عنا، المعامل صفت معامل السكر، معامل السكر طبعا ومعامل القزل والنسيج ومركز تخزين الأقطان، يعني ما ظلت الزراعات هذيك لأنه حصرا من الوضع الحالي يعني ولا زراعة. فانتقلت لغير زراعة؟ انتقلنا لغير زراعات. هي زراعة هي قديمة كانت الزراعة الشتوية، الحبوب والبقوليات بجميع أصناف الحبوب نحن عندنا الزراعة والبقوليات وما شابه ذلك، وبإضافة إلى الزراعات الصيفية والخضروات بجميع أنواع الخضروات والزراعة التكسيفية بما فيها الذرة. الذرة نعم، هي الذرة والفاصولية الخضراء والخلفة القرنبيط كمان هي كلها زراعات تكسيفية، يعني على مدار السنة نحن عندنا الزراعة على مدار نعم. هلا يعني هذه الزراعة سقايتها من الآبار الارتوازية مكلف، نعم، شو يعني شلون أنتم مثلا شو على شو أنواع ال خلينا نقول السقايات اللي عندكم؟ احنا انواع السقايات أو انواع الري، انواع الري اللي عندنا، في عندنا ري بالتنقيط وري جري وري بالرذاذ. فاليوم صارت فعلا التكلفه غاليه بالمازوت واسمه، بلشوا بعض المزارعين ما كلهم باعتبار يعني الوضع وضع المزارع شوي عندنا ما هو هلا اسمه، يعني بلشوا بالطاقه الشمسيه، فالناس معدوده. نحن كمان طلبنا من الجهات المختصه اذا في مجال يعني شايف يقولنا المزارع. احنا بتقويه المزارع في عندنا تشغيل البطاله الايدي العامله، باعتبار احنا عندنا المنطقه كلها في عندنا فوق ال 15 مخيم حوالينا كلهم يعملوا بالزراعه، فهي يعني تعود للبلد يعني. يعني بدأ انتشار الآن الطاقة الشمسية؟ نعم بدأ انتشار الطاقة الشمسية، ولكن مزارعنا قلت لك ضعيف ما عنده هالتكلفة اليوم، مو قادر يشغل يجهز مشاريعه. يجهز مشاريعه أباره. هل هذا فستق حلبي؟ هذا فستق حلبي قديم. كم شجرة عندكم تقريبا بالضيعة؟ والله بحدود 30,000 شجرة عندنا بالضيعة، وفي زراعات حديثة يعني هلق عمرهم سنتين وثلاثة وخمسة، زراعات صغيرة يعني. مو بطور الإنتاج؟ لا مو طور الإنتاج. الفستق الحلبي كم سنة لحتى يحمل بعد زراعته؟ بعد زراعته بحدود بين الستة والسبع سنوات يبلش يعني يأشر على 10 يعطي الانتاج المنيح. نعم. هلا انا لاحظت شغله وانا داخل من القريه من اتجاه من جنوب من كفر غانم وداخل عليها. نعم. لاحظت انتشار كبير جدا. نعم. للذره، وهي يعني هذا من يعني الباقيين الاخضر، لكن معظم الذره الان موسمها انتهى والان في مرحله يعني الحصاد او انتهى. نعم. شو قصد انتشار الذره؟ انتشار الذره هي موسم تكسيفي، يجينا بعد موسم الحبوب الحنطه والبقوليات، يعني موسم تكسيفي، فيعني فيه خفه مصروف في انتاجيه منه. هلا ينباع شو اسمه كطحن لش اسمه للاغنام وللقار علف، يعني ينباع وتشغيل أيدي عاملة فيه، يعني فيه إنتاجية يعني مقبولة مقبولة بين المزارعين. له مردود يعني؟ له مردود طبعا. الفاصولية هيدا شايفها مساحة واسعة ما شاء الله. الفاصولية اليوم يعني إنتاجها ماشي حاله، ماشي حاله كويس وزراعة تكسيفية. وتشغل أيدي عاملة كبيرة؟ طبعا أكيد الفاصولية هي تأخذ أيدي عاملة كثيرة يعني. أيضا أنا ملاحظ هون بهي المنطقة نحن واقفين فيها. نعم. في قطيعين من الاغنام كثير كبار. نعم. ما شاء الله يعني بيتجاوز كل واحد منهم 200 راس. نعم. احكي لي الثروه الحيوانيه. الثروه الحيوانيه كمان ماشي حالها مقبوله بالنسبه لهذول، هلا كلهم بقايا التكسيفي كلياتها عم تسرح فيها وتستفيد من البقايا التكسيفيه المواسم التكسيفيه الافاده منها للاغنام. كم راس غنم عندكم؟ والله بالنسبه للمزارع، المزارع مزارعنا اليوم هو رديف الغنم.
رديف الثروة الحيوانية باعتبار أرياف، فالثروة الحيوانية رديف للزراعة. رديف للزراعة. فكمان أرجع أقول لك يعني هو مزارعنا شوي مضاضع نتيجة الظروف اللي صارت. في أغنام وفي أبقار وفي معز. في أبقار وفي أغنام وفي معز عنا بالضياع، هذا رديف للزراعة. هذا يعني تربية منزلية ولا قطعان؟ تربية منزلية وفي قطعان بس بسيطة، لأنه باعتبار الأرض الطينية هون ما تحمل إنه يكون قطعان 200 و300 راس هون. منطقة جبلية. كل منطقة جبلية. فهون مزارع يعني ما هو مستعد يطلع للجبل ويرجع وبدي يحول وكذا، فهو أخذ رديف شيء يحسن عليه يعني. شيء يحسن عليه. بقي آخر سؤال باعتبارك. نعم. المختار. أهلا وسهلا. الله يسلمك. باعتبارك المختار عمي أبو طارق. شلون توصف لي وضع الناس، تقيم لي وضع الناس المعيشي؟ العموم. العموم والله يعني ما أقيم لك إياها من الوسط وتحت. من الوسط وتحت. إني يعني إحنا نطلب، وكان اقتراحنا للمسؤولين كلياتها يدعموا المزارع. من دعموا المزارع، المزارع راح يدعم يتفنن بالزراعة ويعطي إنتاجيات غير، وشكل أيدي عاملة غير، وهالبطالة هاي تنشال وصير المردود هذا على الكل يعمل البلد الخير، يعمل البلد كلياته كله يعم إن شاء الله. لك الله يعطيك العافية يا أبو طارق. أهلا وسهلا. مثال وسهلا. شرفتونا ومثال وسهلا. أكثر من نص سكان إجدة مهجرين من مختلف المناطق السورية، من حمص والشام وإدلب والرقة ودرعا وكل مناطق وأرياف حلب المختلفة. في ظاهرة كتير منتشرة بإجدة هي ظاهرة التزاوج والتصاهر بين أهالي إجدة وبين المهجرين. أكثر من 30 حالة بهالقرية الصغيرة، كتير 30 حالة زواج ومصاهرة بين المهجرين وبين أهل القرية، وبالعكس أخذوا وأعطوا. أبو علي واحد من هاي الحالات، مهجر حمصي أجى لهون وسكن بالقرية وعم يشتغل، تزوج بنته لمختار الضيعة العمي أبو طارق. بدنا نحكي شوي عن هالتجربة هاي وقديش مهمة وقديش ساهمت بإحداث اندماج بين أهالي القرية والمهجرين. يعطيك العافية أبو علي. أهلين. ميت أهلين. قديش صار لكم؟ مرحبا. والله إلي حوالي 3.5 سنين تقريبا. جيت من حمص المدينة ولا من الريف؟ لا من الريف، من الريف الشمالي. يا أهلا وسهلا فيك وبيك أكثر. قديش صارك متزوج هون؟ والله إلي شي سنتين تقريبا، حوالي السنتين. صراحة شو اللي دفعك رح تتناسب يعني المختار وأهل القرية؟ مو بشكل خاص يعني، أقصد القرية استقرت تبقى هون، لما بدك تتزوج معناها بقيت هون. أول شغلة الحمد لله رب العالمين، نحن وين رحنا كلياتنا أخوة بفضل من الله. الحمد لله. كلياتنا أخوة. جينا لهون استقرينا يعني لقينا الأمان، لقينا الراحة، لقينا الأطباع الناس يعني هني أهل القرية ماخدين من عندنا، اندمجنا معهم رأساً. عرفت شلون؟ اندمجنا معهم رأساً، لقينا التآخي أكثر معهم. عرفت شلون؟ طبعاً يعني المحرر كله صاير يعني البلد كلياته هون بالمحرر. إيه ولقينا راحة، كتير راحة هون بالسكن بالمعاملة. وهني مثل ما نعم أقول لك يعني مناسبين من عنا من حمص، فصار اندماج بين قبل الثورة ولا بعد النزوح؟ من قبل وبعد النزوح. وقت النزوح يعني هاي الحالات صارت تنفرض على كتير ناس. كيف يعني تنفرض على كتير ناس؟ يعني شخص تشتتت عائلته، ما عاد تحسين تيجي عائلته، أو شخص فقد عائلته مثلا، من الحالات هاي صار اندماج بشكل سريع يعني، خلينا نقول بشكل سريع ضمن هالقرى هاي بهالمناطق، وبالذات هالقرية هاي يعني إلى مفرق طرق يعني بتعدد على مدينتين، على مدينة عزاز وعلى مدينة صوران، فيها عدد نازحين كبير كتير كبير. إيه الحمد لله. و يعني في أريحية خلينا نقول. أيوة أريحية كبيرة بين أهالي القرية والمهجرين لهون قصرا، صار في مجتمع جديد اليوم. صحيح صحيح. عمي أبو طارق أنت لا. أنت المختار وأنت يعني عمه لأبو علي. نعم. سهرك الجديد لا. آخر سهر عندك؟ آخر سهر. كم سهر عندك البركة؟ 5. ما شاء الله. احكي لي عن طبيعة المجتمع الجديد هلأ اللي نشأ بوجود المهجرين والتزاوج والمصاهرة، وبيشتغلوا الآن صاروا يشتغلوا كلهم يعني سواء بالزراعة سواء بتربية الحيوانات. احكي لي عن الطبيعة الجديدة. نعم سازي والله ما تغير نحن علينا شيء، احنا باعتبار اهل البلد، واهل البلد يعني طب من طبايعهم يعني هالخاصيات هاي الكويسة والتأقلم مع العالم هاي، فما في يعني رأسا صهروا بيناتنا ونحن تزاوجنا منهم وعطيناهم واخذنا منهم، فكان الامر طبيعي يعني عادي. احنا باعتبار بلد واحد كبير يعني اللي هو الام سوريا، فنحن صارت الامور عنا طبيعية يعني، واهل البلد هنا كلام كتير حلو. ايش هم القيم والعادات اللي اخذتوها من المهجرين له؟
المهجرين طبعا اللي عاف بيته واللي عاف بلده واللي عاف نحن طبائع المحافظات كل محافظة إلى طبيعة، فهذا التفاهم معروف يعني بيناتنا كأولاد بلد يعني قريبين، اللغة واحدة، المبادئ واحدة، الشغلات كلها واحدة، فالأمر طبيعي ما هو يعني ما هو كثير مهم يعني. خالتي أم طارق، لما سألتك عن أبو علي قلتي دخيل عينه، هن بيقولوا دخيل ربك الحماصني غالي كثير. اي والله غالي علي، اغلى من البقيه؟ لا كلهم سوا بس ما تخافي زياده. لا لا ما بخاف، هو زياده والله. ليش زياده؟ هو كويس محترم كويس والله معانا. يا سيدي الله يهنيكم، الله مبروك يا اختي، شكرا لكم، اهلا وسهلا، السلام عليكم. التركيبه الاجتماعيه لقريه اكدات تركيبة حلوة كتير كتير وغريبة، بتجمع بين العشائرية والحضرية، بين المقيمين والمهجرين، بتجمع بين القيم العشائرية وقيم كل أهل سوريا اللي تهجروا لهالقرية. لنحكي أكثر عن هي التركيبة الجديدة اللي تشكلت في مجتمع إكدا بعد الثورة السورية، رح نكون بزيارة للشيخ جمال درج اللي هو شيخ عشيرة العجيل بهالمنطقة بريف عزاز الشرقي، ليحكي لنا أكثر عن هالموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ جمال، شلونك؟ الشباب ميت سلامة، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ميت سلامة، تفضلوا. يلا. يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا الشيخ جمال. شرف سيدي. تفضل. تفضل. شرف. يا رب. هلا من خلال يعني تجولنا حقيقة في الضيعة شاهدنا شيء كتير حلو. ما في فروق أبدا بين أهالي القرية وبين المهجرين لهون. لا 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 لا. لكن في مجتمع جديد، في معالم مجتمع جديد، خاصة نحن شفنا يعني في مصاهرة ما بينكم وبين المهجرين، والعكس صحيح، اخذين وعيطين. مجتمع من زمان متعلم على انه كيف يتعامل مع الاخرين. احكي لي عن هذا المجتمع الجديد وقيمه وعاداته. في احترام، نحن هنا عندنا اول شيء بين الكبير والصغير، في احترام متبادل، في حسن الجوار، نحن نهتم بحسن الجوار مع الناس الاقارب والبعيدين والكذا. واقدا بالنسبه لاقدا فيها ترك وعرب متعايشين من مئات السنين. إيه الحمد لله رب العالمين، وفي الحمد لله اتفاق كويس. في عندنا قسم خراج بالضيعة، عشيرة خراج، عشيرة، إيه عشيرة، في يعني 4 بيوت 5 بيوت بس بالضيعة يعني. وعجيل، وعجيل أجيل 70%. نعم. إيه الحمد لله رب العالمين، والله متفقين الحمد لله، والأمور كويسة، ونحترم الكبير والصغير، وفي احترام يعني متبادل بين الطوائف كليتها، العوائل. إيه إيه. علاقتكم بباقي القرى شلون؟ كويسة ممتازة يعني، إكدا فيها في تواصل اجتماعي، تعايش سلمي مع كل العالم الحمد لله، وتواصل دائم دائم ابدا. اهم العادات اللي يعني بيميز اهالي إكدا شو هي؟ الكرم، الكرم، الكرم وحسن الضيافه، كرم وحسن الضيافه للغريب، يجي هين نحترمه ونأمن له طلباته ونساعده، وتعايش بيناتنا مثله مثلنا ابدا. لاحظت في تسامح، في سماحه، هيك في شيء طالع من القلب موجود. السماحه هي احنا مبادئ تعرفناها من اجدادنا وابائنا، انه نحترم الناس ونحترم القصه جاينا من بعيد، لهذا له الاولويه الصدر ان شاء الله عليكم. شو اللي اكسبكم قربكم لحدود سوريا التركيه؟ يعني شو اللي اضاف لكم؟ اجدادنا، اجدادنا، اجدادنا كانوا بالقرى هي المجاوره هون حوالينا، هالقرى هي التركيه، هالقرى هلا قرج ويران، الحفاير، هالقرى هي، وانتقلنا على اقدين من 100-120 سنة هي صرنا بإقدة، نحن أجدادنا أجوا وركزوا بإقدة، وصارت الحدود من 56 تقريبا منعوا هلق الروح، ترسيم الحدود. إيه ترسيم، لا منعوا بعدين نروح وجاية وكذا. فما بقى في تواصل بينكم وبين أقربكم؟ في 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 بالهواتف، في عبر البصوانات، أول يقولها بصوانات يروحوا يجوا. شو يعني بصوانات؟ بصوانات يعني ينطوا جواز هيك صغير، يعني أنه أمر دخول وخروج مؤقت، مؤقت طبعا طبعا، وبعدين بجواز سفر صرنا ندخل على تركيا ونرجع. وين لحد الان في مصاهرات وفي تقارب، في روحات جيات لحد الان. في كلام هون بينقال انه يعني حتى ما بعرف اذا كان متى صحة هذا القول او اذا انا حفظانه صح لما صح، انه اللي بيجي على إكدا ما بده يتركها، بده يصير منها. نعم نعم. شو هذا؟ هاي
أي من نوع الاحترام المتبادل، ونحب الإنسان الجينة يكونوا جينا غريب وما يعرف حدا، بدنا طبعا نحترمون أمنون قوي وكذا، يوم نشوف الكرم ما يعيفنا هيك يعني. الود والمحبة والدفء طبعا طبعا ما يعيفك، يوم نشوف منك أخلاق كويسة وتحترمه وما يعيفك ويروح على غيرك، هي هي. الله يعطيكم العافية. سلامي ويت السلامي. الله شيخ جمال. والله. شكرا لك. أهلا بقناة حلب اليوم والشباب الطيبين المشرفين وأخونا أبو أحمد الغالي. أبو عبدو. والله أبو عبدو ويت السلامي أبو عبدو أهلا. الله يكرمك. والشباب كلهم. أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة من برنامج جولات التي قدمناها لكم من قرية إجدة في ريف حلب الشمالي، سنكون معكم في الأسبوع القادم في جولة جديدة من قرية سورية أخرى حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.